بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. إخوة الإيمان، إن تنصروا الله ينصركم. لازلنا نعيش في رحاب هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا لإيقاظ الهمم وإشعال نار الغيرة في قلوب المؤمنين تجاه أمتهم، اللهم آمين. ولازلت معكم أيها الأحبة في الله في الخطبة الثالثة منها، ومع أخواتنا المسلمات، ولا زال كلامي موجها لأختنا المسلمة، ولا زال سؤالي مطروحا لأختنا الكريمة الطاهرة العفيفة. أقول لأخواتنا كما أسلفت في الجمعة الماضية: أختاه، ما هو دورك في نصرة الأمة؟ مازال السؤال قائم، نتساءل، نسأل الأخت المسلمة سوت مثنغ قرس مثو في شان الحل من زغث نصاد الأمة، مثو في ذم شان النم دروستن الأمواج البشرية من هذه الأمة، ما في شان الدور يخف النم أتعاون ذي الأمة يا تنتصر خرع ذو النس. كانت وقفة الأولى في الجمعة الماضية أنني قد ذكرت لك يا أخت الإسلام، كما سمعت مجموعة من أخبار المسلمات من النساء اللواتي نصرن هذه الأمة بكل ما أوتينا من قوة. زر ذي الأسبوع يعذون ربعاتنا النماذج زي المسلمات زي مغارن يعذون ذي التاريخ للإسلام ينصرنا الأمة. ولكني وقفت في آخر الخطبة إلى عنصر أو على عنصر أخير عنونته بعنوان: أختاه، استقامتك على دينك نصرة لأمتك. نغسل الأخت المسلمة أنه شموال حديج دنهارا بوات السفرتين عشين الطاس ورات فغدر الشمغ الساحة نقارا من الجوقات من كنت مزورة ورات كالت كش تزير وقت النم ذي العلم النم لأن العلم محدود. ولكن أول ما تنصرين به أمتك اليوم هو استقامتك على شرع الله جل وعلا. يوم تستقيم المسلمة على دين الله جل وعلا، ويوم تستقيم الشابة والعجوز والمرأة بصفة عامة وأعني المسلمة على شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، آنذاك ستنصر هذه الأمة وسترد كيد اليهود وأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى. صلى الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة على أعدائها، اللهم آمين. وقد طرحت سؤالا في الجمعة الماضية ختمت به الخطبة، وقلت أنه من الأسباب أو من المسائل التي يجب على المسلم أن تلتزم بها وتستقيم عليها حجابها الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت لكم أنه ربما تتكلم أختنا وتتساءل وتقول: كيف يكون حجابي نصرة لأمتي؟ أتصي غي السقسان ماشي قنش الحجابة أري غين صار الأمة، الأمة تمتسو قاتص، الأمة شنت الصواريخ، الأمة تشوخن ذي السيستون كاي، الأمة يكيد لها الأعداء كيدا يقارن غواني تقس الحجابة نصاد الأمة. نعم، بالحجاب تنتصر الأمة، بحجابك يا أخت الإسلام ستنصرين أمتك، بحجابك يا أخت الإسلام ستهزمين اليهود، بحجابك يا أخت الإسلام ستعزين هذا الإسلام، بحجابك يا أخت الإسلام ستنصرين أختك في فلسطين وفي غزة وفي جميع بقاع الأرض.
كيف ذلك يا أخت الإسلام؟ أجيبك عن هذا السؤال وهو محور خطبتي اليوم إن شاء الله تعالى، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة في الله، يا أخت الإسلام، ما زال قس وراك الأخت المسلمة، يا أخت الإسلام، أقول لك أنه يجب أن تعلمي علم اليقين أن أعظم خدمة تقدمينها لأمتك ولدينك وللمسلمين من حولك هو أن تلتزمي بحجابك الشرعي، فحجابك نصرة لأمتك. لماذا؟ أعظم خدمة، أكبر خيرة تمغى تمسر انت الأمة، يا أعظم نصرة أتقدم وتمثل تمسر انت الأمة النس انها غتصارخ نتتقي الحجاب النس ميمية. كيف يكون الحجاب نصرة لهذه الأمة؟ لأنه بالله عليكم وكرجنا ذي جاوب يخنز الأمة يويد حدش باش تنتصر، الأمة يثنيت على من تعول لتعلو كلمتها ويعلو شأنها بين الأمم وينتصر الإسلام وتعلو راية الإسلام خفاقة في الأفق. واخترع على الرجال، على الشباب كما أسلفت في خطبة مستقلة، أين الرجال وأين الشباب؟ ألم يفسد شبابنا؟ ألم يفسد رجالنا؟ بالله عليكم إجنا النسبة تمقرنت 80-90% يا يزن الشباب، وإلا الخير لا ينقطع من أمة رسول الله. هذا العنصر أو هذا الشق من هذه الأمة قد فسد اليوم، فسد يذور نهارا وغسر دجن الهدف، شباب فاسد، رجال فاسدون. بالله عليكم من الذي أوصل الشباب إلى أن يفسد؟ من زي يفسد الشباب نهارا إلا بالتبرج؟ نهانا متبرج انت المسلمات، نهانا مكس انت المسلمات عرض نسنت، تبرجت المسلمات وفسد الشباب. بل بالله عليكم يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما اشتعلت وتأججت نار الفتن والشهوات في قلوب الشباب المسلم، أليس بتبرج النساء؟ من الشعنت مسين الشهوات؟ من الجن الشباب كين خزجي في مرة همهم بطونهم وقبلتهم فروج النساء، أليس بتبرج بتبرج النساء؟ ثم بالله عليكم إخوة الإيمان، بما شاعت الفواحش والرذائل ما ظهر منها وما بطن في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس بتبرج النساء؟ فواحش على أشدها، الزنا حدث ولا حرج من يسمثكين، الخمور حدث ولا حرج، وأينما وجد الزنا وجدت الخمر. بنادم تمن عشرين والله هانت ميمية روحت للزنا، البركة ولو ميمية بسبب الزنا، ظهرت الزلازل والبراكين والجفاف بماذا؟ بالمعاصي، من بينها الزنا والتبرج. أعظم المنكرات التي تسببت في هلاك الأمة هو التبرج، ذو نتوه المعاصي مرة، تبرج النساء ذو السبب من كل معصية، ذو السبب من كل هلاك، ذو السبب من كل زيغ في قلوب الشباب والرجال، ذو السبب لكل تقهقر وتدهور وانحطاط لهذه الأمة. ميمي التبرج هو السبب، لذلك ربنا عز وجل يقارن والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربي عز وجل إنهم يسير كذا، إننا هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبدا سوايز، إنهم يسير الزنا، إننا هو الزانية والزاني، يبدا الزانية أي المرأة ميمية، لأن ذي ثكاذة ثمغة وزمرة حتى شع سنس وتعيون، وذي يسب الشجاعة
إذا غضحت إيشا آيز انتغج الشجاعة يسوى الزدتس انتدي بالتالي. أما للزنا لذلك إن هو السارق والسارقة، أما للزنا أما للتبرج أما للفاحشة إن هو الزانية والزانية ميمية تفتش تمزوات الزنا سرقة تمغى. أول من تشعل شرارة أو أول من تؤجج الفتن والشهوات وأول خطوة تجاه الزنا تكون من المرأة. لولا أنه تضحش غاس واسيتي شغل نمره، لولا أنه تشسر وقت واتي تريد فشاء، لولا أنه تصهر زد القبول واتي تريد فشاء خسي كاس، لولا أنه يوفان إلا تلبيس الغرض وخسي زعمشاء. لولا ولولا 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 وأنتم تعلمون أكثر مما أعلم، وشرح الواضحات من المفضحات. ثم أيها الأحبة في الله، انظروا في هذا المجتمع أو في هذه الأمواج البشرية، ألستم معي ترون أن المرأة اليوم قد أصبحت سلعة رخيصة لكل من يريد أن يروج سلعة؟ أصبحت سلعة رخيصة في أيدي الذئاب البشرية الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. بالله عليكم، ما الذي أوصلها إلى هذا الحال؟ والناس نذيك الإشهار تشكل عن ذيك ثمغة، والناس نذيك الإشهار مشروبة عن ذيك ثمغة، والناس نذيك الإشهار الدخان ذيك ثمغة، والناس نذيك الإشهار زشنتم وبين تكس ثمغة. ما علاقة هذا بهذا؟ بديو زشنتم وبين غثمغة ميمية لترويج السلع تذور ثمغة سلعة رخيصة. خني قرش باسم التقدم، باسم التحضر، باسم وباسم وباسم تنشين تكرم ثمغة قثم غاس شند قروبة وعرا قثم غاد أمريكان غاس الشان. ما أعز المرأة إلا الإسلام وجويس عز ثمغة تخست سنكور ثمغة كورو تمثن خدم سرن وجميتيس عز إلا الإسلام. نهار من نزول عزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. ما عليك ثمغة هني تعز وطرحنا تعرن أزيسكنا الإشهار زيد سيفنتين عاشي أرمت أرنت سلعة رخيصة متي السيوذن هو التبرج. ثم بالله عليكم أيها الأحبة في الله، ألا ترون أن الأسر المسلمة اليوم خزات ذي فاميلية المسرمن ما تشتت مرة أسر متشتتة المفهمة والو إجني جب ذي فوس إجني جب الزرمض ميس ويتك أري بابس بابس ويتك أري ويتك الخضار ميس تمغى هو تسري غوايز أيز ويتك شوان تمغى. ما الذي أوصلنا إلى هذا إلا يوم أن تبرجت النساء وكانت البيوت على حال لا ترضي الله عز وجل. آنذاك إذ ورصافيا إجن ويتعيش كذو النغني إلا أنه جمعان الرابطة للحل مدنية وها غينية. أما مرنوسد الجنذي مردج. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ هو التبرج أيها الأحبة في الله. يا أخت الإسلام، بالله عليك ألا تعلمين أن اليهود يخططون ليهدموا هذه الأمة بك؟ الأخت المسلمة موات سن إلا التبرج تعاينتني جنهرة قد نجن المخطط صهيوني ديجن الخطة جنت ثوذين زي الزمان والجنهرة مخطط صهيوني ماسوني في لمحاربة الإسلام والمسلمين ورف من زغهذ من الأمة إلا استمغات إلا مرع عرن تمغات إلا مركسنا سرحية ثم كسنا سارود نهانيا إزغيات جن الأمة وفعلا قد تأتى لهم ذلك. وربي عز وجل تحذرنا يقارن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. والسيورن اليهود والنصارى السيورن إبليس السيورن الشيطان، والشيطان همه كما عر آدم وحواء يريد أن يعري أولاده وبناته ولن يهدأ له بال. عمّس الشيطان وأعوانه من اليهود والنصارى عمّس ذايحا غم عارن السسن يمسر من مرة غم عارن تمغارن يمسر من مرة وقيقان غمانين مروان كارن بتخذان مروان كرايز ذيري ذايز
تمغة تري تمغة ونسوا يران غربوا تسوا يانيشن ونغي السوا يان الأمور للإسلام وغي تبقى الإسلام هذي تبقى نيشن والله غماني وض أن الإنسان ذي مرقان أكذي يجيس تعاين في الزنقث ويسوير وإنما ذا سيني روح الله يرضي عليك. هذا ما يخطط له اليهود وقعر حرته ونسأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين. فالله الله يا أخت الإسلام الله الله يا أخت الإسلام في حجابك الله الله يا أخت الإسلام في سترك فوتي على اليهود فرصة استغلالك لهدم الإسلام وسنت شوي اليهود من الزون وسنت تقبل اليهود النصارى سنح يخسن دكفوس سن والزون ازاي مهدمن الأمية والزون شمكن دي جوريزيم ازاي سهدمن الأمية ازاي سهدمن الأمة الإسلام إيشقن بي صلى الله عليه وسلم 23 سنة تيب تخيجو دار رميتي كون خسنا دس النهار الزيم أذهب من الأمية ردي كيدهم في نحورهم إياك والتبرج فإن عاقبته وخيمة ونهايته أليمة. أيها الأحبة في الله أنا عندما أتحدث عن التبرج خمسة ورخ التبرج يحسن فهم شوية المفاهيم أتكلم عن التبرج والمتبرجة ولكني لا أحصر الكلمة في مفهومها الضيق المقصور. خمس سور غنشخ التبرج خمس سور خ المتبرج من المنظور الشرعي الإسلامي لا أحصر كلمة التبرج في تلكم الشابة أو المرأة التي خلعت ثيابها وعرت نفسها أمام الرجال شو السور بخني عارني خمس قبر يا يزي والجبوثة وهو مقان المتبرجة لا وإنما التبرج وكلمة المتبرجة لفظ شامل لمجموعة من المعايير والمفاهيم والمقاييس. كلمة متبرجة أقصده أنا بمفهومه الواسع فكل ثوب يناقض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثوب تبرج وكل مسلمة لم تستوفي شروط حجابها الشرعي كاملة فهي متبرجة متبرجة وثقان وثني اكسنا روض نسوها ثني قوانت عن ريخ نس متبرجة ثني قين قنبو يستوث كبو فنارة متبرجة ثني قين قنبو فنارة مشازيان حصان متبرجة ثني قين فنارة الساوري زيا متبرجة ثنيكين فنارة تقمجة زياد وما يريزية متبرجة ثنيكين فاضة ضربوت متبرجة ثنيكين فاردة حصة متبرجة ثني ويسان قيارو دزد استهارة متبرجة مرة فينا توحسمت متبرجات وهذا كله تبرج ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تينا مرة تثنت الخطبة ونتا مرة تثنت الوعد ونتا واستقابقت قبو فنارة ولكن قبو النزير على من كل جهة وطريق لقى قيق فنارة ولكن قيق فنارة الساور زيا لقى قيق فنارة فنارة فارضة لقى قيق فنارة لا إله إلا الله. هذا لا يسمى حجاب بل هذا استهزاء بدين الله جل وعلا هذا استهزاء بالحجاب الذي فرضه الله جل وعلا. لذلك فأنا أقول وأنا أتحمل مسؤولية كاملة أمام الله جل وعلا وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من لم تستر نفسها وتستوفي شروط حجابها فهي متبرجة ويشملها الوعيد. هذا بنص كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما فهمه علماؤنا. أيها الأحبة في الله يا أخت الإسلام احذري وغنبو تمارا مرث بالدلقي بارثي سيد سيدر عباري حن ما رضني ماذا زيسترقل سيدار بمرث وزدر مختختنيني غلا مرث توريد مستعد زيسترقل سيدار بفغ الزيس توريد وزي ماذا زيسترقل سيدار بمرير حد ملك الموت وغنبو تمارا مرث كستجار دار رضي الصان احذري قد نجن حشت قناة جهنمة
هناك شيء يسمى النار، هناك شيء يقال له جهنم. اقتبار شنت اذا غير قرن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمتي قرب التبار شنت باش رحموا النادي سيق قيمة داخل باش ونزيس غي توعد بن هذي توعد بن مليح، لان قولوا ربار شنت ترحموا تجي داخل وهذه الصفوق شغى بارا. لذلك فلتحذر الأخت المسلمة أن تكون من الصنف الذي يدخل النار ولا يدخل الجنة وهي تعتقد أنها مطيعة لربها مرتدية لحجابها. واعلمي يا أخت الإسلام أن ربك جل وعلا حينما حرم عليك التبرج وفرض عليك الحجاب بضوابطه الشرعية السن فهمت مسرشتا التصنيع السمات نغروح انت غلطين يتغيرس خمس انت قاسي دار بيك انت الحجاب وتعارنت بو يخفن كنت السان تخفن كنت مرة يتغيرس انت قانيه انت وحرنت يتغيرس انت قربي فاض خسنت الحجاب لأنهن شيء مستقذر قبيح يجب ستره. تغيرس انت قانيه انت ذي شام مفراد نغلشان باسورا نغلشان حشتوا حريق ستنصع. لا يا أخت الإسلام هذا مفهوم خاطئ، وإن مفهم أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنظور الذي يريده لك ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ربك جل في علاه يا أخت الإسلام فرض عليك الستر والحجاب لأنك غالية ولأنك جوهرة تصان على الأعين. بالله عليكم أي واحد غاشن الجوهرة الذهب النس التاث الصدق النس الضواغ النس غاشي الجنت الأخت المسلمة من دي تك كوريش تقيد ذكي أخت النس ذكي أخت النس ذي سرقتن تقيد ذكيش مليتا مليتا نتقيد رمايو رمايو نت بالله خاص كسير مفتاح للجيب وانت الذهب من الدنيا زائلة مثل الجوانس. يوقشم يا أخت الإسلام في غريض الذهب النيا تعز الخواغ النيا يا غريب كتازي الدياماند نذ الجوهر النيا أنت لؤلؤة مصونة وجوهرة مكنونة. لذلك مش حمث عرض القيمة النم إلا وجب علينا نحن معاشر المسلمين كما أمر ربنا ونبينا أن نسترك من أيدي الماجنين وأعين الرذال والشذاذ من هؤلاء الرجال من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ازدادت قيمتك أيها الأخت المسلمة إلا وازدادت الحاجة إلى سترك والحفاظ عليك وحمايتك من عبث العابثين ومجون الماجنين. ألم تقرأي قول الله عز وجل موات سريد الآية النذي قرب عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين تخزر ربي من يقى ذلك أدنى أن يعرفن مغقت الحجاب السنة تخفن سنت السننتي اللي هنت السنني نغني يا يزني لقثني شريفة عفيفة تني وفق مبرد تني وغصب الغارة تبوسة تني قصت في الدين سنيشن وشوات واتت إذي حد غرض الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تؤذي تتم غاث وتمثنغ المسلمة من تقى الناس يصيدار بين شو أخصغ بواضع يتحضير وأخصغ بواضع يتحضير زي الكيدنا الكائدين وأخصغ بخافي تسبع عدد النواية تسدحين الشخص غذا يكواني النواية تسدحين خص غذا الزرنا وانايا خص غذا يسدعن خص غذا يقن وذا يقن وذا يقن. وهذا هو لسان الحال أما لسان المقال فمهما ادعت الأخت التي تبرجت من العفة والطهارة والاستقامة فإن كلامها مردود عليها. ألم تسمع يا أختنا قول ربي قول ربنا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما تسريذ يا أختنا ما تسريذ يا أيتها الأخت المسلمة الآية تمزوات النذي السيدار بي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين واستنين النغ وقل للمؤمنات أسألك بالله عليك ما وثق ستريد زي المؤمنات ما وثق ستريد من نساء المؤمنين ألا تريدين يا أخت الإسلام يا حفيدة خديجة وعائشة وحفصة وزينب وجويرية وسودة وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين
ألا تريدين يا أخت الإسلام ما وخصدت مرقي ذاك تمغارين النبي صلى الله عليه وسلم ذي الجنة ما وخصدت مرقي ذاك تمغارين الصحابة إني تسريت سمنني عذن جهذن في سبيل هذه الأمة وخصدك إسنت مرقي ذي الجنة ستقولين بلى أي ثيني ذو وخصدك إسنت مرقي. لذلك أقول لك كوني إذن من المؤمنات لتلتقي بالمؤمنات إريشم زي المؤمنات إريشم حقا من المؤمنات إريشم من نساء المؤمنين حقا ورب عز وجل باش تريد من المؤمنات ومن نساء المؤمنين يخص تبقى الشرع عن ربي لأن ربي عز وجل قرن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم. أجيب داعي الله يا أخت الإسلام أجيب داعي الله قبل فوات الأوان رمك تخطف وإذا سقابوا أرض مغان وإذا سقابوا أرض مرشد وإذا سقابوا أرض حجة هو ذا مضمين حتى تمشد وذا مضمين حتى تكسر وذا مضمين حتى تحجة رمك تخطف أقرب غائب للإنسان هو الموت. استجيبي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفوت الأوان لعل الله أن يختم لي ولك بالسعادة اللهم آمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. النبي صلى الله عليه وسلم إن انقصد ربما يخسر خارشا الجن استعمله إن نسومقا استعمله يا رسول الله قيل ما استعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه يتوفقه ربي غشان الطاعة يتمتخاس شمره ثموث ادخل حجاب ثموث ادخل ستر ثموث ادخل عفاف فاعلمي أن الله عز وجل قد أحبك وقد أراد بك وقد أراد بك خيرا. ثم أيتها الأخت في الله يا أخت الإسلام وإذا سقبوا مني قوانيتا فنشقي عطم الزيانت أرمك توفر رقب جاوم الزيان دون قران ولتتيقني حق اليقين أن أقرب غائب للإنسان هو الموت أحيلك على أخت داعية ليس لها هم إلا أن يجعلها الله سببا لهداية من حولها وشي مجن مليح وش ذي دور النم تحسد غلق السي مليح لأن توقع سيشتن مش نوشم توقع سيشتن مسلمة قارقا شتم سرنت إجن الأخت داعية إلى الله عز وجل فغزها الدهنس ليس لها هم إلا أن يجعلها الله عز وجل سبب لهداية الآخرين فغزها الدهنس فجأة فزريشتن من اللوات لعبت بهن الدنيا حتى اغتررن بها تلبس لباسا خليعا لباسا لا يمت إلى الإسلام بصلة توفيت القبريد تيضار ذيزيا الساور ذيزيا أما يرم إزيا وتجيش الكخف النس زوق مرة ومتزوق زوق الذئاب زوق الزنق زوق برا زوق الشارع زوق السوق أمو يتوفى تروح غاس الأخت الداعية بكل رفق وحنان وعطف تروح غاس الناس إني أستأذنك أن تأتي معي إلى الجنة. الله أكبر الناس قد تتغز زي ما رخصد أكيد راح تغى الجنة استعجبت حنجي أهنية الناس من يهجى الجنة. قالت في بيت من بيوت الله تقيش أنت مزيدة ذي مزيدة وانسيدة ربي فاستجابت لها الفتاة تروح كيس ودخلت معها المسجد فوجدت أن الكل ينظر إليها ثوف مرة خزان ذيس وحق لهن أن ينظرن إليها تدفغ المسجد سلحالا التبرج الزواق دوار ذي زيام طبيعة الحال مرة ذيس خزان الأخت الداعية نمثو فيمنيا أشفقت عليها فخرجت مسرعة خارج المسجد واشترت لها حجابا تسغز دي جموار رذن الحجاب ذي ويستيت نسقم يا ذار رذا لبسي هذا الحجاب ومن اللي تخرجي من الجمعية لبغيت تحيدي حيدي فارتدت الفتاة الحجاب لأول مرة بل وخلعت المساحيق عن وجهها وتوضأت وصلت صلاة المغرب لأول مرة كرضو الزوج كسمك يا جنيا حضار الدرس للأخت النيا المحاضرة النيا وكان عن وصف الجنة والنار الزوج رعشا نمي غاث كمر وسنتي دفنت الناس الأخت الداعية إن شئت الآن خلعت الحجاب نسمع الخصب
سخام الحجاب نير خوقات فقط زي مزيدة. فقالت الفتاة المسلمة التي دخلت المسجد وهي لا تعرف ماذا ينتظرها، قالت الفتاة: لا والله لا أنزع الحجاب بعد اليوم، لقد ذقت حلاوة الإيمان، فلن أخلع الحجاب أبدا، ولن أترك الصلاة أبدا، بل سأكون داعية إلى الله، وسأجعل حياتي وقفا لله جل وعلا. يا أخت الإسلام، العجب ليس هنا، فالله يهدي من يشاء. ولكن خرجت الفتاة من المسجد، وما هي إلا لحظات، تروحت زوايا بريد تكتي التموبين ثم الدنيا، صدمتها سيارة فماتت، كوريشتنا تكال خنزي يمكن تيري التانيتا، كوريشتنا زيه النواية حسنا تكال حجاب أتكار لك يمكن مرة زوايا بريد التموبين تثوث التموبين تمثل خدني، كوريشتنا زيه النواية تكال الحجاب أتكار لك يمكن تتسوال التفيقية، كوريش تنزل لي وقت كنا الحجاب أتفكر إلا يمكن أنا سيعرج حدثي والسرموس تقيم ذين بأي وجه تتلقى الله. فحد زوايا بريد صدمتها سيارة فماتت، وسالت دماؤها الشريفة التي تحركت لدين الله جل وعلا، واحترقت شوقا للقاء الله جل وعلا، ورزقها الله عز وجل حسن الخاتمة. سأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. رزقها الله عز وجل حسن الخاتمة، ولقيت الله عز وجل على خير حال، بعد أن كانت منذ ساعة فقط كانت من جنود إبليس. سعت وها زكامية تغت من جنود إبليس، من الذين يستغلها إبليس واليهود والنصارى في محاربة هذه الأمة. ولكن ماذا نقول إلى الله المشتكى؟ ونسأل الله عز وجل أن يرد أخواتنا وأن يرد بهن إلى الإسلام ردا جميلا. نعم يا أخت الإسلام، اعلمي رحمك الله أنه يمكن تريد شمتانيتا ما يمع، لأنك أيتها الأخت المسلمة مجموعة أيام مربعة موسن وها دي جن تفتاوها مرمين ما تقرب التوريخ يعدو يجنها مرمين ما يعدو يجنها يعدوا شوي زي الحياة النم. واعلم يا أخت الإسلام أنه لا بد من يوم تقفين فيه بين يدي ربك فيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. يخصيش ما تستند إلا لابد تمرق ذاك تسيد ربي، ما مش تمرق هني كتتموبين، ما مش تمرق كذا ربي عز وجل، لابد كوريش تنك يستمرق أتي السقسيا خمس زيان قبرتها مقرن. فهل أعددت يا أخت الإسلام؟ هل أعددت للسؤال جوابا؟ وهل أعددت للقاء وجها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا. وبعد، أخت الإسلام، قد سمعت ما سمعتيه، أما اشتقت بعد كل هذا إلى الحجاب الشرعي؟ تسقسيغ كل أخت مسلمة استني حضرتني ويحضيان ما عاد وتشوق غا الحجاب الشرعي، عاد وتشوق غا الستر ذي العفاف. إن كنت تقولين نعم مرث قادواه، سمحي يا ذميني قي يتصن الحجاب يتجن نهارا واتجبو ذي الحجاب، قال الحجاب نيتجن نهارا ذي الحجاب موضوها، واني واتجبو ذي الحجاب وخسيار التارب بيولي ذي النبي، واني التبرج ما تجد خسر الحجاب ستي ذت، سحسي الحجاب ما مشيت راح، سحسي ذي الشروط من الحجاب ستي ذت، الحجاب ني خيار ذا سيدة ربي، الحجاب ني الزيم يزدو سيدة ربي ذي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخت الإسلام، أول شرط من شروط الحجاب باش هذي أتيني وتمثنا ثمسر نتخقق الحجاب ستي ذت، دم الزوار يخسدي ريساتر لجميع البدن، يخسدي ريسار البدن سيكمر، يسار الرمث سيكمر، ويظهر غير ويظهر ضع ويظهر ذي جنحشت الزيس يسار مرة، لأن الله عز وجل قرن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الشرط الثاني ويتيرب زينة في نفسه، أرض النثيات بزه كذا الحجاب فنارني نغذ قبني
يخسوي تيريبو زينة في نفسه وميقان ويتيريبو زينة يخسوي ذا ستيرين بكولوريثني دي جبذن أما شنور كت الأغلبية نركتنا في الجنهرة ألوان مزركشة غار مارث كت عدوها آتي تسستاف انت تشي تجبذ يخسل ألوان وتيريبو جبذن ثم لأن الغرض هو أن يتحقق الستر والعفاف الغرض زي الحجاب وغام يخزا حد واش مذف حد واجبو غاندي يخزا بنا المدسينية رخيا لا لذلك كل الألوان إذا جبذن هذا يخالف شروط الحجاب الشرعي ثم الشرط والسترثة يجب أن يكون صفيقا غليظا لا يشف عما تحته يخزا ذي ريقدا هذي ريقدا ويس بينشا القب نغف نارا وأنا أكرر هذا الكلام أني خدي رمضان ذا سعود غنهارا وأبقي مغتعود غسر سرق ربي عز وجل يا نساء المسلمين ركني وايز ندي تسران لأن كني ويس سياراني غاروبا كني ويد دباران دي ثذرين كني ويد الساغنا الروض ثم ثني الساغنا يخفن سنت فنارا ثني في الزدادين والله حرام والله لا تجوز والله ليست بحجاب والله ما تريق قزي الصلاة والله ما تريق قزي سوفو غبارة والله ما تريق قزي سكي استقيمة كربارانيا فنارا نهي الزداد يصدهاران شواف نغي صدهاران إيريا نغي صدهاران جيمان كله لا يجوز لأنه يشف عما تحته لأنه اصدهار وهذا مخالف لشروط الحجاب الشرعي والنثيذ غيوين تنث غي صغن والنث غي يذ غيون غهده تنث غي ياغن إنا مرة شاشن دي الإثم مرة يستوجبون اللعنة مرة يستوجبون العذاب فالله الله في أنفسكم الله الله في نسائكم الله الله في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقرن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وذنبوشن المعصية الضيع لنخ خدمد الضيع لنومد تويذر قزم غروم ذمش ذباباش تمغى ذيجش ذمش ثم يا أخت الإسلام الشرط وسابعة بشذير الحجاب ستير الحجاب أن يكون فضفاضا غير ضيق ويتربو إحصاء ساوري زيان واجبون الحجاب أما يوري زيان واجبون الحجاب قبو زيان واجبون الحجاب قرص يخيض نسمح ذيذ قوارع اتقوا الله وذيقابوا نشقة خدمغ نشقة تخيض واني حرام ماله حرام دارت غوعد سنش اتق الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واني غيق تحية النية ثني غياض ما الرشاشن دي الإثم لأنه تحرفن الله ورسوله ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وذيقابوا من زيد غسيد فغ تنهار غين نيجان اكفوسن شكفوسن ربيع اقوذ ربيع اقارين ربيع هذا جديد كارزق زيماني سوات ريجير هذا جديد كارزق زيماني سوات تحتي قيد القاع لذلك ويتيربو يحصى ويتيربو زيا يحصى ذيري ذميريو الشرط الآخر الشرط الخامس ألا يكون معطرا ولا مبخرا ويتيربو ذيس قولونية الأخت المسلمة حرام خزتك قولونية أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لقي امرأة تقصد المسجد والحديث في سنن ابن ماجة بسند صحيح امرأة كيشنت مغاتك وغهم زيدا تقولونية فقال لها يا أمة الجبار أين تريدين من أفحظ ثم صدرح غهم زيدا الزج تقول تحت الزج وثقوا بغى الأمور من الدنيا تقول غسيد ربي إن سواله تطيبت انتم اذكي تقولونية قالت بلى قال فارجعي واغسلي عنك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل إن نسخسر النبي صلى الله عليه وسلم إن نثم أثيك قولون يا أتفق أتحت الزج وجحت سوق وزيسق برابي بوصلة نرتسي قولون يا نيا الشرط السادس السويتي ربوارو ذنين يا وسطقوارو ذنيا يزن ويتيري بو التراخية تراخي كادي يزن وذيك أبو إثمغارين ويتيري بو تساور تخميجات تساور تخميجات كادي يزن وذيك أبو إثمغارين لأن فيه تشبه بالرجال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة لا قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل يلعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحكم حسب أنها ملعونة واتيري ذي الجنة مطرودة من رحمة الله عز وجل مرة ثني غيق نارو ذمشن وارو ذموايز ثم والسبعة ويتيري بوارو ذني يشبه زي الكافرات ويتيري بوارو ذني التاغن الثروميين زيانة زي الثروميين
تمياز تزيس روميين بحيث انه مرزرت الستيني دار وضتياظن تسوذيين نتياظن تروميين لان فيه تشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الامام احمد بسند صحيح من تشبه بقوم فهو منهم. اخر شرط حتى لا اطيل عليكم واستسمح على الاطالة, اخر شرط في هذا الحجاب بشذير الحجاب ستيث الحجاب اخسوايتي ربوثة وبشهرة ومقان ويتي ربوثة وبشهرة ويتي ربوثة ومني يغرى أرض النسك وقت دوا قد دا قبو يتنقمس 300-400 ترف الدفيني يتنقمس 500-600 ترف واني تقانس توبو شهرة نغوي تيريبو معروف تكي تشنجشتن بحيث انه ذا استيناك كما أرضين قد صفغي تيد فرانا أرضين تجي تيد فرانا الممثلة واي فرانيا أرضين قد كيه الممثلة المتربة واي فرانيا واي تيريبو تزوغا تشتاها سوى أرضنيا تزوغا سيان تزوغا سيني تيرخان وارو تكيه ألقيغا مشنون تاد ونيتا مرقا نستوب شهرة نغيقنا الرضا ونيتا. يقرس النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ونغيق شنوار رد الدنيا ذا يزن تمغت وشيخ الزيس اشتهر الزيس يظهر. يقارن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. هذا سيستيات سيدار بيوم القيامة عرض الدج هذا سيقدم السير ثوبهم من قطران. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. أختاه ها قد سمعت ما أوجبه عليك ربك ونبيك في الحجاب, ها قد سريت شروط الحجاب سندي الله شو اهتدي ويغشى من عندي ونتنور نربي ذا النبي من غير قد ما تعاهد سيدار ربي نهاره ما تعاهد ربي الخقبرة فقد زي المسجد أتعاهد ربي ذا النبي صلى الله عليه وسلم أتلتزم ذا الحجاب الشرعي. هل ستعاهدين نبيك الآن أن تلتزمي سنته في حجابك؟ أتعاهد ربي ذنب يرخو نغذيتيني الذبابة ويوكيا يمثني يكس خمس سنة وما ويقبر آية زين ويقار إلا الخدمتين وقانا يخسوات القدشة المجتمع تشاماني الضغط المتع عن الدنيا وشهواتها مرة تغمز العد سيزاري دينا مرة تغمز العد تقدار رينينا وتقدار رين ربي ذنبي. فعلمي يا أخت الإسلام أنه تكشي ذا سني وذين من خسن تكي ذا سني وذين من خسن تكشي ذا سن السناح يخسن الزيسهد من الأمة يا. ثم أنا ذا كذا من يغ مدام تسيزاد بابا مذي ممذو ممذو وايز ذا المجتمع ذا الخدمة خربي ذا النبي راجع يخفن راجع الإسلام النم راجع الإيمان النم هو ذنبو الإيمان وذنبو الإسلام لأن النبي لأن ربي عز وجل يجوج النبي صلى الله عليه وسلم يحكم من فوق سبع سماوات ولا رد لحكمه الجج النبي صلى الله عليه وسلم إن سفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذنب الإيمان ستيذت وذنب الإسلام ستيذت غمن قيارين ربي نيشن غمن قيارين النبي نيشن نقمنا نغينا وذنب الزيكزاق وذنب ودخل خرج نحنين تحسب ذي المؤمنين دمسر من ستيذت. اسأل الله عز وجل أن يرد بنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آتي نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخطا على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخطا على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة اجمعين. اللهم استرنا في اعراضنا اللهم استرنا في اعراضنا اللهم ارزق اخواتنا المسلمات الحجاب والعفة والطهارة يا رب العالمين. اللهم استر بنات المسلمين اللهم ارزقهن الحجاب والحياء والعفة يا رب العالمين. اللهم يا رب استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم القيامة يوم العرض. اللهم يا رب وفق كل واحد لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لدينك اللهم وفقنا لدينك
دينك، اللهم وفقنا لدينك، اللهم استرنا واحفظنا بحفظك الكريم، واكلأنا بعينك التي لا ترام وبحفظك الذي لا يضام، يا ذا الجلال والإكرام. هذا أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.